السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، كيراكم دايرين؟ امور هانيه، كلشي بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشدوا الطريق من تطوان حتى المارتيل ونشوفوا الجماليه ديال الطريق ونشوفوا الجماليه ديال الشاطئ ان شاء الله. وما تنساوش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. واحد القضيه الخوت الله العظيم، الا ما كذب عليكم، انا اول مره بصراحه كنجي لهذه المدينه هذه ديال تطوان، وجد المارتيل والله العظيم الا بصراحه احسن مدينه، لا من ناحية التنظيم، حركة المرور، البوليس، لا من ناحية الناس اللي فيها، تبارك الله، يعني كتلقى فيهم واحد الضحكة، واحد يشوف فيك ماشي يشوف فيك مغنزر ولا يشوف فيك مبتسم يقول لك تفضل. سبحان الله العظيم، ملي كتكون في واحد المدينة وكتجي لواحد المدينة أخرى كتكتشف شعوب وكتكتشف ثقافات وكتكتشف ناس، سبحان الله العظيم. وسيرتو المدن السياحية، انا ما سبحان الله، يعني من جيت للمدن السياحيه بحال شفشاوان بحال الجبهه بحال مدينه تطوان مارتيل، بصراحه اكتشفت بزاف ديال الحوايج. تخيلوا معايا اخوتي، انا الانسان غير كتسولو كتقول له فين جات البلاصه الفلانيه، كيديك حتى لتما وكيضحك معاك وكيقول لك مرحبا وكيقول لك تفضل روح النيشان ودور على اليسار وكيقول لك هذه، كيهضر معاك بواحد التلقائيه وبواحد الفرحه وبواحد، يعني سبحان الله العظيم، من عكس مدن اخرى اللي مشيت لها بلا ما كيجاوبكش كاع ولا كيشوف فيك وكيدور وجهه. سبحان الله العظيم، هذه المدينه هذه اللي جيت لها هنايا، مدينه تطوان، بصراحه عجبتني بزاف، لا من ناحيه التشجير، مدينه فيها التشجير بزاف وفيها المساحه خضراء تبارك الله، وفيها النظافه، ركزوا على النظافه تبارك الله، الشوارع كاملين النظافه، ورجاء تحيه، وهذه واحد التحيه كبيره الرجال النظافه، بصراحه راهم ساهرين على نظافه المدينه. وبصراحه وحتى هذا اللون الابيض اللي في الجدران ديال المنازل تبارك الله، اللي موحد، ما تلقاش واحد اللون هكذا ولون هكذا ولون احمر لون زرق، كتلقى كل شيء ابيض تبارك الله بلون موحد، داك الشيء علاش تلقوا عليها الحمامه البيضاء. ورحنا شادين دروك الطريق من تطوان حتى المارتيل ان شاء الله، ونشوفوا الجماليه ديال الطريق كما كتلاحظوا، يعني الحمد لله الطريق راه زوينه، كتدي وتجيب كما كتلاحظوا، الطريق عريضه وكاين بلايك في الطريق، السرعه محدوده كما كتلاحظوا، كاين في 60 كاين في 80، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على هذه الخيرات البلاد اللهم بارك. كما كتلاحظوا كاين ستوب، كاين الحمد لله، يعني كل شيء متوفر تبارك الله. كما كتلاحظوا يعني حتى الطريق راه كتساعد، بعض المرات كتكون الطريق زوينه كتساعد باش كتمشي وتجي بسلام. وحتى بالنسبه للوقت من تطوان حتى المارتيل راه ماشي بزاف، واحد الربع ساعة تقريبا ولا أقل، الإنسان يمشي يضرب واحد الغطسة ويدور شوية تما ويتقهوى ويرجع لتطوان. بصراحة أحسن منطقة عجبتني بزاف، وتحياتي للناس مارتيل والناس تطوان اللي استقبلونا، وتحياتي لهم. وكنقول لكم بصراحة بارطاجوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناة باش إن شاء الله يوصلكم دائما الجديد مع قناة عبد اللطيف القنوري، ويلاه معنا أخواتي باش نستمتعوا بالجمال ديال الطريق من تطوان حتى المارتيل. تحياتي لكم.
الله.